الأمريكيون لموسم انتخابات للفوز بمنصب الرئاسة وعضوية الكونغرس وعدد من المناصب الحكومية الأخرى. تستعد لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية المعروفة بأيباك لإنفاق نحو 100 مليون دولار على السباق الانتخابي والسعي للتأثير على نتائجه. بالتأكيد هناك تأثير من أيباك على الانتخابات، وهذه هي الديمقراطية الأمريكية. أي مجموعة ترغب في المشاركة بالتأثير لصالح اختيار من يتم انتخابه وما هي آرائه يمكنها القيام بذلك. في السباق الانتخابي على مقعد مجلس النواب في إحدى مقاطعات ولاية نيويورك، أنفقت أيباك ما يقارب من 15 مليون دولار لصالح المرشح الديمقراطي جورج ليترمان ليحل محل العضو الديمقراطي التقدمي جمال بومن الذي كان صريحا في انتقاداته لإسرائيل خلال حربها الحالية. وبالفعل نجحت أيباك في مسعاها. هذا ليس تدخلا من حكومة أجنبية في انتخابات الولايات المتحدة، لكن جمال بومان هو أحد أكبر معادي السامية الذين يخدمون في الكونغرس على الإطلاق، وكذلك إلهان عمر ورشيدة طليب وألكساندرا أوكاسيو أورتيز. وهناك أناس يرون أن جمال بومان لا يجب أن يستمر في منصبه بسبب مواقفه ضد القضايا اليهودية واليهود. وفي هذه الأثناء تواصل أيباك إنفاق الملايين في حملات مع أو ضد عدد من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، وذلك لضمان وجود أعضاء منتخبين في الحكومة الأمريكية يخدمون مصالح وتوجهات إسرائيل الحليفة المقربة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. يحاول مؤيدو أيباك الترويج لفكرة أن منظمتهم تعمل من أجل مصالح الأمريكيين اليهود والإنجليين الذين يهتمون بإسرائيل وأنها لا تخدم إسرائيل مباشرة، وهذا يعني أن تدخلها في الانتخابات الأمريكي مبرر وضروري، وهو ليس تدخلا من دولة أجنبية في العملية الديمقراطية. ولكن يبدو أن ذلك صعب التصديق بناء على الصلات الوثيقة بين أيباك والحكومات الإسرائيلية المتتالية. سهيل الشاعر، قناة الغد، واشنطن.